بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين، مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية. أعزائي الطلاب، عنوان درسنا لهذا اليوم المناخ وعناصره. أعزائي الطلاب، أهداف الدرس لهذا اليوم: من المتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على 1- أن يقارن بين الطقس والمناخ من حيث المفهوم بدقة ووضوح. 2- أن يذكر عناصر المناخ بشكل سليم. 3- أن يوضح العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي بصورة صحيحة. أعزائي الطلاب، ننتقل إلى الهدف الأول، وهو الفرق بين الطقس والمناخ من حيث المفهوم. أعزائي الطلاب، الطقس هو وصف حالة الجو في منطقة معينة لفترة زمنية قصيرة لا تتجاوز يوم أو يومين أو أسبوع. إذن أعزائي الطلاب، مفهوم الطقس هو وصف حالة الجو في منطقة معينة لفترة زمنية قصيرة يوم، يومين، أسبوع. أما المناخ أعزائي الطلاب، فهو وصف حالة الجو في منطقة معينة ولكن لفترة زمنية طويلة، قد تكون فصل أو سنة أو عدة سنوات. إذن أعزائي الطلاب، الطقس هو وصف حالة الجو في فترة قصيرة، أما المناخ هو وصف حالة الجو في فترة زمنية طويلة. والآن أعزائي الطلاب، هيا معي نجيب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. 1- هو وصف حالة الجو في منطقة معينة خلال فترة زمنية قصيرة يوم، يومين، أسبوع. الرياح، الأمطار، المناخ، الطقس. بارك الله فيكم أبنائي الطلاب، الجواب صحيح، الجواب الطقس. السؤال الثاني: اكتب المصطلح العلمي للعبارات التالية. 1- هو وصف حالة الجو في منطقة معينة خلال فترة زمنية طويلة، فصل، سنة، عدة سنوات. أحسنتم أبنائي الطلاب، الجواب صحيح، المناخ. والآن هيا أعزائي الطلاب، نتعرف على عناصر المناخ. أعزائي الطلاب، لو نظرنا إلى هذه الصور، نجد أن الصورة الأولى تعبر عن الحرارة، والصورة الثانية تعبر عن الرياح، والصورة الثالثة تعبر عن الأمطار، والصورة الرابعة تعبر عن الضغط الجوي. إذن أعزائي الطلاب، عناصر المناخ هي الحرارة، الرياح، الأمطار، الضغط الجوي. والآن أعزائي الطلاب، هيا معا نتناول عناصر المناخ. أولا الحرارة. أعزائي الطلاب، تعد الحرارة أهم العناصر المناخية لأنها تؤثر على باقي عناصر المناخ. وأعزائي الطلاب، تكون درجة الحرارة مرتفعة عندما تكون أشعة الشمس عمودية على منطقة ما، بينما تنخفض الحرارة عندما تكون أشعة الشمس مائلة. لو نظرنا أعزائي الطلاب إلى هذا الشكل، نجد أن منطقة الاستوائية أو منطقة دائرة الاستواء
درجة الحرارة فيها مرتفعة لأن الشمس عمودية عليها، بينما منطقة القطب الشمالي والقطب الجنوبي درجة الحرارة فيها منخفضة لأن أشعة الشمس مائلة عليها. إذن أعزائي الطلاب، تعد الحرارة أهم العناصر المناخية لأنها تؤثر على باقي عناصر المناخ. ثانياً، الضغط الجوي. الضغط الجوي هو وزن عمود من الهواء على مساحة ما من سطح الأرض. أعزائي الطلاب، هناك علاقة بين الحرارة والضغط الجوي. هذه العلاقة هي علاقة عكسية، فكلما ارتفعت الحرارة انخفض الضغط الجوي، وكلما انخفضت الحرارة ارتفع الضغط الجوي. إذن أعزائي الطلاب، العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي علاقة عكسية، فكلما ارتفعت الحرارة انخفض الضغط الجوي، وكلما انخفضت الحرارة ارتفع الضغط الجوي. والآن أعزائي الطلاب، هيا معي نجيب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. 1 هو وزن عمود من الهواء على مساحة ما من سطح الأرض. يشير التعريف إلى مفهوم الرياح، الأمطار، الحرارة، الضغط الجوي. أحسنتم أبنائي الطلاب، الجواب صحيح، الضغط الجوي. السؤال الثاني، أكمل الفراغات التالية. العلاقة بين الحرارة والضغط الجوي علاقة، بارك الله فيكم، الجواب صحيح، علاقة عكسية. ثالثاً، الرياح. أعزائي الطلاب، لو نظرنا إلى هذه الصور، ما الذي يحرك هذه الأشجار وهذه الأمواج؟ إنها الرياح. إذن أعزائي الطلاب، الرياح هي حركة الهواء الأفقية على سطح الأرض. والرياح أعزائي الطلاب لها أهمية كبيرة، فهي تحمل السحب إلى مناطق معينة. سبحان الله العظيم، هذا كما ورد في القرآن الكريم، يقول الله جل وعلا: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. إذن أعزائي الطلاب، الرياح هي حركة الهواء الأفقية على سطح الأرض. والآن أعزائي الطلاب، تعالوا معي لنتناول أنواع الرياح. أنواع الرياح: رقم 1، الرياح الدائمة. أعزائي الطلاب، سميت هذه الرياح بالرياح الدائمة لأنها تهب بصفة دائمة، وهي رياح تهب بانتظام طوال العام، ومن أمثلتها الرياح التجارية. 2، الرياح الموسمية. الرياح الموسمية أعزائي الطلاب، هي رياح تهب في مناطق معينة من سطح الأرض، وهي نوعان: رياح صيفية ورياح شتوية. أعزائي الطلاب، دائما الرياح الموسمية الصيفية دائما ما تهب من المسطحات المائية إلى اليابس، وهي رطبة. أما الرياح الموسمية الشتوية فهي تهب من اليابسة إلى المسطحات المائية، وهي رياح جافة. إذن أعزائي الطلاب، النوع الثاني من الرياح هي الرياح الموسمية، وهي رياح تهب في مناطق معينة من سطح الأرض، وهي نوعان: رياح صيفية ورياح شتوية. 3، الرياح المحلية. وسميت أعزائي الطلاب محلية لأنها تهب داخلية، يعني داخل الدولة. إذن أعزائي الطلاب، الرياح المحلية هي رياح تهب على جهات محدودة من سطح الأرض، ومن أمثلتها الرياح المحلية
رياح الكوس التي تهب على دولة قطر. ورياح الكوس أعزائي الطلاب هي رياح حارة محملة بالأتربة ومثيرة للغبار. أربعة، الرياح اليومية، وهي رياح تحدث بصفة متكررة يوميا بسبب اختلاف درجات الحرارة بين اليابس والماء، مما ينتج عنه نسيم البر ونسيم البحر. أعزائي الطلاب، لو نظرنا إلى هذه الصورة نجد صورة لنسيم البحر وصورة لنسيم البر. وقت حدوث نسيم البحر نهارا، مستوى حرارة البحر فيه منخفضة، أما حرارة اليابس مرتفعة. إذا نظرنا إلى نسيم البر نجد أنه يحدث ليلا، مستوى حرارة البحر مرتفعة، أما حرارة اليابس منخفضة. إذن أعزائي الطلاب، الرياح اليومية هي رياح تحدث بصفة متكررة يوميا. لماذا؟ بسبب اختلاف درجات الحرارة بين اليابس والماء، وينتج عنها نسيم البر ونسيم البحر. الآن هيا أعزائي الطلاب نجيب على الأسئلة الآتية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة. واحد، هي حركة الهواء الأفقية على سطح الأرض، يشير التعريف إلى مفهوم الرياح، الأمطار، الحرارة، الضغط الجوي. أحسنتم، بارك الله فيكم. الجواب الرياح. السؤال الثاني، أكمل الفراغات التالية. الرياح التي تهب على دولة قطر هي؟ بارك الله فيكم، أحسنتم، هي رياح الكوس. رابعا، الأمطار. أعزائي الطلاب، الأمطار هي الأساس التي تقوم عليه الحياة، وهي المصدر الرئيسي للمياه على سطح الأرض. إذن جميع المياه الموجودة على سطح الأرض مصدرها الرئيسي هو الأمطار. أعزائي الطلاب، يقول الله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن أعزائي الطلاب، نستفيد من ذلك قيمة تربوية، وهي المحافظة على المياه. يجب أعزائي الطلاب علينا أن نحافظ على المياه ولا نسرف في استخدامها، لأن المياه لها أهمية كبيرة جدا، فهي الأساس الذي أو التي تقوم عليه الحياة. وبذلك أعزائي الطلاب، نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في درس آخر. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.